ادي مرة تانية العرضية حلمي طولان المدير الفني طبعا لنادي سموحة يحاول ايجاد مخرج، وادي كرة في منتهى الخطورة وهدف تعادل وهدف التعادل. بقول لحضراتكم ايمن اشرف يا ولد يا ولد يا ولد يدخل في المنطقة الهجومية من مركز الباك الشمال الى العمق الهجومي ويحط كورة على طول. ياه ياه ايمن اشرف لعيب مميز جدا زي ما بقول لكم دايما، زي ما بقول لكم ان فريق سموحة زاد عدديا وبشكل خاص زاد عدديا في الاجناب، فوزي يمينا وايمن اشرف بصوا دخل ازاي، بصوا دخل ازاي في المنطقة الهجومية في العمق الهجومي على طول. هيرمان كواو دخل عليه بقوة دفاع المقاولين العرب، لكن التسديدة على طول من خارج منطقة الجزاء بدأ يتراجع المقاولين العرب، وحتى التغيير اللي عملها كابتن حسن شحاتة اوحد كده للجميع ان هو بدأ يرتد دفاعيا بعدم وجود راس حربة صريح. كريم مصطفى لما لعب مع ابو شعيشة وبابا اركو، بابا اركو اصلا يعني لا يجيد اللعب كراس حربة، هو يجيد اكتر اللعب متقدم من الخلف للامام. وادي هيرمان كواو والمباراة على وجه الجهاز الفني المقاولين العرب في الكرة اللي فاتت اللي ايمن اشرف